بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك يا ربنا عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وقتف آثره إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا، ويتجدد اللقاء في حلقتنا الأسبوعية من نوابغ مصرية. معنا اليوم ابن من أبناء الأزهر الشريف، طالب بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الطالب عبد الرحمن محمد عباس. أهلا بك يا شيخ عبد الرحمن. أهلا بك مولانا، منورنا ومشرفنا. نورك سيدنا، والله لي الشرف. عندك كم سنة؟ عندي شهر 10 إن شاء الله كمل 19. 19 سنة. من أي بلد؟ الله. أنا من قرية الجلاتمة، منشئة القناطر، محافظة الجيزة. الجيزة ولا القلوبية؟ لا، الجيزة. الجيزة ما شاء الله. ايه بقى، وصلت لفين في الانشاد؟ ايه المراكز اللي اخدتها في الانشاد الديني؟ اخر مركز اخدته في الانشاد الديني كان عندها في الكلية. كلية الشريعة. اخدت الاول على الكلية. ما شاء الله. وقلت لي انك اتكرمت من وكيل الازهر الدكتور الضويني. كرمت من فضيلة الوكيل، ايوه، الدكتور الضويني. ما شاء الله. وكان ليا تكريم من المتحف الحربي. واخدت درع التميز من جامعة الفيوم. ان شاء الله نبارك لك قريب بقى على منشد الشارقة او ابداع ان شاء الله. الله يكرمك. طيب، عشان الوقت نبدأ كده بأيتين من القرآن نسمعك ان شاء الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والسماء وما بناها والأرض إذا طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما
سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن المقرين. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الرحمن. عليك سيدنا. انت متأثر بمين بقى في مدرسة القراءة والتلاوة؟ انا بعشق الشيخ المنشاوي. طبعا ومن كالشيخ المنشاوي رحمه الله. بسمع المشايخ القدام كلهم يعتبر اغلب المشايخ، الشيخ المنشاوي والشيخ البهتيمي والشيخ مصطفى اسماعيل ما شاء الله والشيخ الفاشني، لكن التأثر الكبير بالشيخ المنشاوي. ربنا يبارك فيك يا عبد الرحمن. هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني نسمع عبد الرحمن في الانشاد. خليكم معانا وصلوا على الحبيب.